السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم إخوتي وأخواتي، ورحب بكم مجددا على القناة. سيدي اليوم إن شاء الله نقدم لكم وصفة ومشروب طبيعي، هو خل الرمان يعمل للتخسيس لتفتيت الحصاوي في الكلى، وأيضا له فوائد كثيرة كصحة القلب والأوعية الدموية والكوليسترول وغيرها. تابعوني بعد الفاصل. فضلا وليس أمرا أن تشترك معنا في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا الوضع على لايك أسفل الفيديو. إذن إخوتي وأخواتي، كما قلنا لكم، لدينا اليوم خل الرمان، وهو وصفة نستعملها كمشروب تعمل بشكل كبير على تفتيت الحصاوي في الكلى. وكما تعلمون هذه الحصاوي مضرة جدا بصحة الإنسان، لأنها تعمل انسداد للمسالك البولية وكذلك تسبب مشاكل كثيرة. لذلك أنصحكم أنا لمن يبحث عن حل لموضوع تفتيت الحصاوي باستعمال خل الرمان كمشروب. راح أعطيكم الطريقة إن شاء الله كمان شوية، راح تساعدكم بشكل كبير على حل هذه المشكلة. كمان الناس اللي عندها كوليسترول عالي ممتاز جدا بإذابة الكوليسترول، بيعطي صحة أكثر للقلب والأوعية الدموية، وكمان مفيد للجسم. كمان الناس اللي عندها سعال وآلام في الصدر، هذه المشروب ممتاز جدا. لذلك أنصحكم أنا بشرب خل الرمان، وهو ممتاز، يمكن استعماله بكثرة للأشخاص الذين يريدون عملية التخسيس كحارق للدهون المتراكمة. تمام، الآن طريقة استعمال هذه الوصفة ممتازة جدا، أنه نستعملها بأخذ ملعقتين كبيرتين، نضعهم على كاسة من الماء، ونقوم بشربها مرتين يوميا، مرة بعد الإفطار ومرة بعد وجبة الغداء، يعني مرتين، مرة بعد الإفطار ومرة بعد الغداء. إن شاء الله تكون الأمور تمام، ومع الاستمرارية إن شاء الله تحل مشكلتكم وتحل المشكلة المرضية لديكم. تمام، هذا هو خل الرمان الممتاز جدا وفوائده كثيرة جدا كصحة القلب، للمناعة، منشط الجهاز العصبي في الجسم، وخافض للكوليسترول، ويمنع تصلب الشرايين والأوعية الدموية. لذلك نحن ننصحكم بشرب خل الرمان مع كاسة من الماء، يعني مخفف. تمام، وإن شاء الله يكون في لكم فائدة على هذا الموضوع. أتمنى يكون نال إعجابكم إخوتي وأخواتي. لا تنسونا من صالح الدعاء والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا لايك أسفل الفيديو لمزيد من التشجيع. إلى اللقاء.